كيداير مزيان مرحبا كيداير كلشي بخير يعني علينا وعليك كلشي مزيان الله يبارك فيك الله يحفظك مرحبا انا جد سعيد بانني نكون من الطاقم ديال اليوم 24 ومرحبا بكم ونشوفوا التحدي ان شاء الله تسناونا انا جد سعيد بان بالمسار اللي قدمته برفقه فريق الزعيم اللي هو فريق كبير وكنتمنى له التوفيق ان شاء الله ويعني اللي فزنا معه بألقاب كثيره وما كتعودش وحنا جد سعداء يعني منهم مشينا للمنتخب المغربي ويعني كانت عندنا تجربه الحمد لله يعني متواضعه ونتمنى ان شاء الله للكره المغربيه ولجميع الفرق ان شاء الله مسار موفق حتى للفرق اللي داخل عصبه الابطال والاتحاد الافريقي انهم يشرفوا المغرب ان شاء الله احسن تمثيل قدم عقلك وثبري مو ماشي هكا صحيبي ومنطالي تطيحك مشيبي والصداقة أنا جد سعيد بأن حملت ألوان يعني الفريق العسكري وكنتمنى لي إن شاء الله مسار موفق في البطولة إن شاء الله العام القادم ويكون من المنافسين على البطولة إن شاء الله. ديالي فيا دابا هاي هاك بصح سعيد هاك شكرا كنشكر الطاقم اليوم 24 على هذه الاستضافه وكنتمنى رمضان مبارك يعني على الطاقم وعلى الاسره العامله وعلى جميع المغاربه ان شاء الله شكرا